أي أب بيحترم أولاده بيحبوهم عايزهم يبقوا أحسن منه، واللي عنده شك في كده يبقى عنده مشكلة في أبوته تجاه أبنائه. أي أب بيحب أبنائه وبيحترمهم عايزهم يبقوا أفضل منه ويعمل على كده. وصدقوني عايز أقول لكم، والله أنا بحلف بالله، أتمنى أن يكون شباب مصر أوعى شباب وأكثر شباب العالم تقدما ومهارة على الإطلاق. ليه؟ لأن ببساطة خالص أنتم هتتحملوا المسؤولية، مسؤولية وطن دلوقتي في 90 مليون، دلوقتي في 90 مليون، والتسعين مليون دول لابد أن هم يعيشوا ويزيدوا ويكبروا وهم في أمان وسلام. وعمر ما هيكون ده موجود إلا لو كان في شباب واعي كويس وفاهم كويس قوي تحديات بلده. أنا صحيح بتكلم برفق دايما، لأن الشعب المصري قاسى كتير، وحقه عليا إن أنا أبقى رقيق معاه. اسمعوا بس، طبعا، لكن هو القوة بالصوت العالي ولا ايه؟ هو القوة بالصوت العالي؟ القوة بالقرار، بالوقفة، بالرجولة، بالجدية، بالالتزام، مش بحاجة تانية. فقلت له يعني مش وانا هتكلم على المنصه زي اللي انا واقف عليها دي، لازم الناس تسمع كلام فيه رقه وفيه رفق بيها، لان ظروف بلدنا ظروف صعبه، ونسبه كبيره من المصريين يعني حالتهم رقيقه. فبحاول يعني ارفق بيهم، بحاول. ف دي نقطة برضه عايزكم تبقوا واخدين بالكم منها، لكن ده مش معناه إنها ممكن تضيع أو أضيعها. أوعوا تفتكروا لين الكلام وحسن الخلق ده حاجة تانية غير قمة البأس، قمة البأس. ما كنتش عايز اقول الكلمتين دول بصراحه في يوم جميل زي ده ومعاكم، لكن لازم تعرفوا ان مصر كانت على المحك خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، وارجو ان انتوا تفتكروا ده كويس. مصر كانت على المحك، والناس الشر ما زالوا مصرين، بقول لكم حتى النهارده الصبح، ما فيش، ما يعرفوش غير كده، ما يعرفوش يبنوا ويعمروا، هم يعرفوا يقتلوا ويخربوا ويدمروا. لكن بقيت شعب مصر عايز يبني ويعمر. انا اخر كلمه هقولها لكم يا شباب مصر، امن مصر واستقراره ومستقبله مش انا بس اللي شايله في رقبتي، احنا شايلينه كلنا مع بعض.